الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا هو الشهيد محمد العوض أبو عمر، القائد الميداني في لواء الحرمين التابع لحركة أحرار الشام الإسلامية، الذي قضى نحبه على أرض بصرى الشام وهو يدافع عن عرضنا، وهي شهادة أمام الله أنه كان موحدا وقتل مقبلا غير مدبر. نسأل الله أن يتقبله وأن يلحقنا به، والله ولي الأمر والتوفيق.